السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعين قناة دوائك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا والناس كتير بتسألني عليه، حتى من المحيط أو الخارج القناة، يعني أصدقائي أصحابي وكده. فحبيت إن أنا أعمل فيديو يكون فيه يعني معلومات كاملة عن الموضوع، وهو أعراض نقص إفراز هرمون الثيروكسين أو أعراض الغدة الدرقية والإصابة بزيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية. الأول كده في حاجتين لازم نكون عارفينهم ونفرق ما بينهم. الحاجة الأولى هي أعراض زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية، الحاجة الثانية هي نقص إفراز زيادة هرمونات الغدة الدرقية، ونقص معناها خمول الغدة الدرقية، يعني ما بتقدرش تفرز الهرمونات. خلينا بس نتكلم على الجزئية أو الوضع التشريحي بتاع الغدة الدرقية. الغدة الدرقية موجودة في المنطقة دي، منطقة الرقبة بالشكل ده كده، شكل الفراشة زي ما أنتوا هتشوفوا في الصورة، عبارة عن فص يمين وفص شمال والجزء اللي هو الرابط ما بينهم. الغدة دي مسؤولة عن إفراز هرمون الثيروكسين ومجموعة من الهرمونات الخاصة T3 وT4. دي مجموعة من الهرمونات اللي ليها صلة أو رابط بضربات القلب، درجات الحرارة، الأيض أو الاستقلاب أو الميتابوليك ريت أو الحرق، زي ما ناس كتير يعني عايزة تفهم الحتة دي، يعني الحرق والاستقلاب والأيض أو الميتابوليك ريت هما حاجة واحد. طيب في الفيديو النهاردة هنتكلم على أعراض زيادة نشاط الغدة الدرقية أو زيادة إفراز هرمون الثيروكسين. طيب رقم واحد، نقص غير مبرر في الوزن. بتلاقي نفسك أو وزنك بينقص، أو الشخص اللي بيصاب بزيادة إفراز هرمونات الثيروكسين بيلاقي وزنه بينقص. وللأسف الشديد أنا تم اكتشاف إصابتي بزيادة إفراز هرمون الثيروكسين أو مشكلة في الغدة الدرقية، ودي كانت من حوالي سنتين، ما كنتش أعرف لولا إن أنا جيت المملكة العربية السعودية. شاكرا للدكتور ياسين دكتور البطنة في الفليو، مجمع الفليو الطبي ببريدة، شخص من الناس أنا بحبها جدا وبعتز بيها جدا، وهو اول ما جيت هنا عملت كشف طبي وكان ضغطي مرتفع شويه، فبعدين وعندي قلق وما بعرفش انام وحس بالنبضات وانا نايم، فرحت له يعني شاكرا، كشف عليا وعمل لي الواجب بشكل كبير جدا، انا بشكره جدا جدا، تحيه كبيره للدكتور ياسين. دكتور ياسين مالك كمان على راسي من فوق، بحبك قوي يا دكتور والله، انت حضرتك ساعدتني جامد. طيب اكمل، انا هقول لكم القصه بتاعتي لكن انا عايز اقول الاعراض الاول. طيب رقم واحد، نقص الوزن الغير مبرر، يعني وزنك بينقص. واحد هيسال ليه بقى؟ لان احنا قلنا ان هرمون الثيروكسين او الهرمونات الخاصه بالغده الدرقيه لما بتفرز بشكل كبير بتعلي الميتابوليك ريت او الحرق، فتلاقي ان الجسم خلاص الجسم بيبدا يحرق كل الاكل بشكل مستمر، كمان بيبدا ياخد من العضلات، فبنلاقي او الدهون اللي موجوده فبنلاقي نقص في الوزن. رقم اثنين، نبضات قلب سريعه، ودي بسبب افراز الادرينالين والقلق، فده بيسبب نبضات قلب سريعه، اختلال نبضات القلب برضو، دقه القلب بقوه، بيدق بقوه، ده اللي كنت بحس بيه، او خفقان القلب، تناول الطعام بشراهه، انت بتحرق كتير فعايز تاكل اكتر، فده برضو من ضمن الاعراض بتاعه الغده الدرقيه. العصبيه والقلق والهياج، وان انت دايما عايز اقف على حته عند الحته دي. انا احكي لكم حكايه بسيطه كده حصلت لي انا قبل وفاه والدتي بحوالي شهر او شهرين، كان ده شهر 11/2019 في بدايته. انا كنت في الجيم مره وحسيت ان في حاجه غلط كده مش مظبوطه، فعشان بس تكونوا عارفين في تاريخ مرضي للمشكله دي، ان انا والدتي كانت مصابه بالثيروكسين او كده، او عندها زياده في افراز هرمون الثيروكسين، فلقيت نفسي مش مظبوط وعندي تصفير في الودان ودايخ، حاسس ان مش كويس، مش مسؤول في حاجه غلط. رحت لكذا دكتور، مفيش حاجه. المهم فضل الامر مستمر، قلق واتطور لحاجات غريبه وكده، وجت والدتي توفت، الموضوع زاد عليها بشكل كبير، وفضلت سنتين انا مش عارف عندي ايه، قلق غير مبرر، في تصفير في الاذن، كرزان وانا نايم بالليل، فكان عندي شويه مشاكل كده، بس كان من ضمن الاسباب دي هي مشكله افراز هرمون الثيروكسين، ولما جيت هنا السعوديه اكتشفتها. ما كنتش بقدر اتحرك، مش قادر اعمل اي مجهود، انا كنت بروح الجيم مره مش قادر اعمل اي مجهود، رعشه. برضو على فكره الدكتور ياسين حلل لي سكر، عشان تكونوا عارفين، لان انت لما بتحرق كتير محتاج دايما تاكل سكر بشكل اكبر. طيب تعرق بشكل مستمر بيحصل لحد دلوقتي، انا بفضل الله باخد علاج من شهر 11 ومستمرين مع الدكتور ياسين يعني. طيب قلق مستمر، قلناها ان هو بيفضل شغال الشخص المصاب بمشكله الثيروكسين.
دي كانت اعراض فرط نشاط هرمون الثيروكسين او هرمونات الثيرويد جلاند او الهرمونات الغده الدرقيه. الفيديو ده يا جماعه برضو عشان الساده الزملاء الصيادله او الاطباء لما يتفرجوا عليه، طبعا مع تقديري واحترامي للمكانات العلميه المختلفه، ان لو في طبيب بيتفرج عليه وانا بقبل التقييم عادي مفيش مشكله، بس انا بتكلم من موضوعي كدكتور صيدلي. انت لو في صيدله او طالب صيدله او خريج صيدله جديد، الفيديو ده مفيد ليك، لان انت ممكن تقف في الصيدليه يتشرح لك الاعراض دي او السيمتومز دي، وتقدر تخلي العميل يعمل شيفت او المريض يعمل شيفت او الكيس تعمل شيفت لطبيب متخصص بالغده الدرقيه او طبيب الغده او طبيب البطن او القلب او كده. طيب يبقى دي اعراض لو انا كصيدله واقف في الصيدليه حد اشتكى منها اوجهه، ولو انا بشكل شخصي اشتكيت منها وحد من قرايبي اعرف ان في مشكله في الغده الدرقيه، تمام؟ فاضطر ان انا لازم اعمل تحليل الغده الدرقيه. طيب ايه هي بقى الاستكمال بقى، نكمل موضوع الاعراض. عند السيدات بيحدث في تغيرات في الحيض، تغيرات في الحيض بتحدث للسيدات لان في تغير في الهرمونات. خلي بالكم قصه الهرمونات دي، هو البني ادم اصلا عباره عن شويه هرمونات يا جماعه عشان تكونوا عارفين، والله العظيم عباره عن شويه هرمونات بتتحرك، هي بتاثر على كل حاجه موجوده في الجسم. فمشكله السيدات في الغده الدرقيه ان عندهم بيبقى عندهم تغير في الحيض. التحسس زائد لدرجات الحراره، ودي كانت عندي انا لدرجه في ايام البرد ما كنتش بطلع من البيت، والله العظيم انا فاكر في ايام البرد دي ما كنتش بقدر اتحملها نهائي، مش متحملها، انا تعبان بقعد مع صحابي الاقي نفسي مروح من السقعه والتلج. والى الان في حاجات بسيطه كده اطرافي بتبقى برد او كده، لكن فضل الله وفضل دكتور ياسين الامور بدات تتحسن، ونسال الله الشفاء طبعا. دعواتكم ليا ان شاء الله الموضوع ده يخف تماما. حتى انا كان عندي فيديوز كانت باينه ان هي ورمه، هي على فكره بتكبر يا جماعه بس ما بتتعالج بتبدا تقل. طيب يبقى عندنا حاجه اسمها التحسس زائد لدرجات الحراره، بعد كده عندنا حاجه اسمها الدراق او التهاب الغده الدرقيه بتكبر، وكمان ممكن يعمل لك جحوظ في العينين، في ناس بيحصل لها الامر ده. بعد كده عندك تعب ضعف في العضلات، وده كان بيحصل بشكل كبير، صعوبه في النوم، ودي من ضمن المشاكل الكبيره اللي الغده الدرقيه او الاصابه ب زياده افراز هرمونات الثيروكسين تي 3 تي 4 عند الاشخاص دول ما بيعرفوش يناموا كويس، وانا برضو مشكله من ضمن المشاكل اللي بواجهها الى الان يعني، لكن ربنا بيمشي الامور. التراكم الجلد وشعر هايش، كنت برضو بحس حتى ان انا شعري فيه شويه هشام كده، لكن بدات الامور تتحسن معايا. دي كانت اعراض كامله لمشكله زياده او فرط نشاط الغده الدرقيه او الهايبر اكتيفيتي اوف ثايرويد جلاندز، افراز الثيروكسين تي 3 وتي 4. ف اتمنى الفيديو يكون مفيد جدا وواضح ومبين كل الاعراض. كمان في حاجه مهمه عايز اقول لكم عليها، مش كل الاعراض مرتبطه بمشكله الغده الدرقيه بس، احنا بنعمل يعني زي فلتريشن ليها، الدكتور طبعا بيعمل كده، لان في اعراض متشابهه يعني، في يعني مثلا خفقان للقلب او زياده النبضات او كده، دي ممكن تكون عرض لحاجه ثانيه، نقص الوزن ممكن يكون عرض لحاجه ثانيه، لكن لو اجتمعت وبقى فيها انا مثلا الاعراض دي كلها اجتمعت عندي، والقلق والهياج ومش عارف ايه وضعف العضلات ومش قادر اعمل مجهود والقصه دي كلها، والرعشه وتحسن درجات الحراره، وكان عندي تورم كان واضح، انا هوريكم الصوره دلوقتي تشوفوها، كان عندي تورم ده كان واضح، لكن بفضل الله بدا يخف. فدي كانت تجربتي اصلا يعني مع فرط نشاط الغده الدرقيه. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم ان شاء الله، ما تنسوش تشتركوا في القناه، قناه دوائك، وشكرا ليكم جميعا على الدعم اللي انتم بتعملوه معايا في القناه. ان شاء الله باذن الله خلال السنه دي نقدر نوصل ل 100,000 مشترك ان شاء الله باذن الله بفضل الدعم بتاعكم. لايك للفيديو عشان الناس الفيديو ينتشر، اليوتيوب يفهم ان هو مهم فينتشر والناس تقدر تستفيد، شارك في نشر العلم والمعلومه الطبيه لان ده مهم ان احنا ندعم الجزء ده على السوشيال ميديا، ان احنا نكبر المحتوى الطبي عشان نقدر كلنا نستفيد منه. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، كان معكم اخوكم دكتور اسلام فراد، دكتور صيدلي، ودي قناه داء، لا مش داء بقى خلاص ما عادش في داء، ودي قناه دوائك. سلام.